الدراري بالنسبه للنظام منظمين، الدراري زوينين. اش نقول لك، الدراري في المستوى ما عندنا ما نقولوا، وكراسا لي مونيتور ديالهم حتى هما اللي كيوقفوا معاهم اكثر. السلام عليكم، معكم طارق ريسبونسابل سبور كلوب الموغر. مرحبا بكم معنا الاطفال ديال لوغون فاغ المسؤولين كذلك، اول مره بكلوب الموغر. مور داز على احسن ما يرام، داز على احسن ما يرام، والاطفال كانوا في المستوى المؤطرين كذلك. كندير لهم بزاف تاع التدورات الرياضيه بالنهار، تكون زعما كاين المره المقبله ان شاء الله باحسن. My little daughter friendship with him, she tell me about she is the children is a very very good. كأطر كيشرفنا أننا نخدم مع المخيم أورون فاغ اللي جاوا شرفونا في كلوب الموكار، واللي خدموا معنا في داروا معنا بزاف تاع تاع لي زاكتيفيتي بحال لعبوا معنا الواتر بولو. كنتمنى ان شاء الله انهم يعاودوا ويرجعوا عندنا عاوتاني. مع بصدق رئيس المطبخ، بالنسبه لنا واخا اول اوبيراسيون هذه ديال هذا المخيم اللي كاين هذا العام، الحمد لله ما عندنا حتى شي مشاكل. الدراري مربيين، الناس المؤطرين ديالهم كفء، الناس كياكلوا مزيان، فرحانين. حنا كنديروا الخدمه ديالنا بحال الدراري الصغار بحال الكبار، بيفي شاك جور، اللي كياكلوا هادو كياكلوا هادو، والحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل. والعام الجاي ان شاء الله الى وفق الله راه نعاودو نستقبلوكم ان شاء الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية تربوية للأطر التربوية الساهرة على مخيم وداد ديال مستخدمين مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. وهذا العام هذا اللي كان بمدينة أكادير وبالتحديد بكلوب أوتيل الموغار، كان استقبال مزيان، كان أي حاجة كانت الحمد لله مزيانة، حتى من الوليدات كانوا مزيانين، والأنشطة الموازية اللي داروا لهم الأطر ديالهم كانت تحتية في المستوى. وش ما بقى لي ما نقول غير أنني نقول بصحتكم وراحتكم المرحلة، وبصحتنا وراحتنا حتى هنا المرحلة، وفي العام الجاي إن شاء الله وكلنا إخوان وكلنا يد واحدة. السلام عليكم، معكم هدى بن طالب من ضمن مجموعة الأطر التربوية لمخيم لورون فاغ. بالنسبة لسير العام للمخيم كان متميز فيما يخص الأنشطة الثقافية والتربوية داخل وخارج الفندق، ونتمنى أن نكونوا من الأحسن الحسن إن شاء الله. السلام عليكم، تحية تربوية للجميع، معكم هشام جدودي المنسق التربوي لمخيم جمعية مستخدمين مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. عن نستطيع، هذا هو الشعار اللي كنت كنحملو معكم. شكرا للجميع الاباء اللي منحوا فينا الثقة باش يجي وليداتهم باش يخيموا معنا في هذه المرحلة. Thank you.
خدامه في اوتيل المكر، خدمنا مع المخيم اورونفاك، درنا معهم دي زاكتيفيتي دي سبيكتاكل في لاسال، وان شاء الله كنتمنوا العام الجاي عاوتاني يجيو لعندنا. تحية عطرة للإخوان اللي ساهموا معنا في تنشيط هذه المرحلة وإنجاحها، وكنتمنى من أولياء وأباء هذه الوليدات يكونوا نشطوا معنا وشاهدوا معنا هذا البرنامج اللي قمنا به، يكون نال الإعجاب ديالهم ويكونوا الوليدات ناشطين، ونتمنى إن شاء الله نتلاقاو مرة أخرى في ظروف أحسن. الحمد لله هذه السنة بأن نكتب الجهة والاستثمار الفلاحي وعلى رأسها الجمعيات الأعمال الاجتماعية قامت بواحد تغيير جذري فيما يخص مراحل التخييم، حيث قررت 10 أيام داخل الفندق غير خلافا على السنوات الماضية. تقدم بالشكر إلى اللجنة أو الأطر التربوية التي سهرت على المجهود الجبار الذين قاموا به، وكانوا لا يفارقون الأطفال طيلة مدة الإقامة. ارتأت الجمعيات الأعمال الاجتماعية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب تنظيم مخيم الأطفال لسنة 2016 بمنطقة أكادير وبالضبط بفندق الموغار، وكانت هذه مناسبة باش استفدوا منها أولاد منخرطي الجمعية والبالغ عددهم 100 طفل. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب على دعمه المتواصل للجمعية. ثانيا الشكر الجزيل إلى كل المؤطرين واللجنة الإدارية التي أشرفت على مواكبة المخيم، والحقيقة المخيم عرف واحد النجاح كبير، واحد الإقبال وواحد التجاوب للآباء خصوصا مع الصفحة الرسمية اللي درت على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الحمد لله، اولا هنايا بغيت نقدم فرصه لانه يعني اللي شفته راه كيفرح، وبالمناسبه كنشكر المؤطرين الاخوان كاملين والاخوات اللي كيشرفوا على هذا التاطير هذا، وكذلك باش تزيد في هذا الطريق ان شاء الله. هذه بدايه كنعتبرها بدايه لاول الانشطه من بعد خلق هذه الجمعيه هذه، وان شاء الله هذا كيبشر بالخير باش ان المستقبل غيكون احسن. انا دابا كنعيشوا واحد الشهر مؤلم حيت غادي نمشي، حيت غادي نمشي، وما كرهناش يزيدنا شي ايام حيت ما تخيلناش بالمخيم.